النهارده بتقول بسبب براعتنا في التحولات. مين اكتر لعيبه عجبتك في ماتش النهارده؟ ابراهيم عادل عجبني اه بشكل جيد جدا. زيزو النهارده احسن ماتش ليه في الماتشين اللي فاتوا في البطوله. اسامه فيصل النهارده اشتغل كويس جدا. نني انا طبعا نسيت اللي انا بحييه على المستوى اللي ظاهر بيه الثلاث ماتشات دي. يعني خلي بالك انا في اعتقادي ان نني من اكتر اللعيبه اللي مش واخده حقها في مصر بصراحه. اولا يعني بغض النظر عن مستواه في البطوله ده راجل. انت عشان تخش الدوري الانجليزي ده انت عايز معجزه، عايز معجزه، فما بالك اللي انت بقالك 7 سنين بتلعب في ارسنال بغض النظر انت بتشارك بصفه اساسيه او مش باساسيه. اللي انت 7 سنين قاعد في الارسنال وموجود في نادي زي بحجم الارسنال والفتره اللي فاتت يعني تقليل منه بشكل كبير. انا مش شايف الفترة اللي فاتت بس، طول الفترة الوقت طول تقريبا. الوقت بالظبط، رغم اللي هو خلي بالك مع كيروش مثلا في الامم الافريقيه ادى بشكل جيد، في فترات كتير ادى بشكل جيد، بس ساعات مركزك في الملعب ما بيدكش الشو او يديك، مش انت مش فيرود، انت راجل في نص الملعب بتقطع وبتخبط ليه وبتلعب ما في لعيبة خط وسط بتاخد الشو؟ في لعيبه، بس هو ممكن في بعض اللعيبه ممكن ما بتبقاش واخده حقها اعلاميا. لكن انا شايف ان ربنا يعني كافئه في البطوله دي اللي هو لعب 3 ماتشات، والنهارده يمكن ربنا كرمه بعرض محترم في الجزيره الاماراتي مع عموته طبعا المنتخب المدرب المغربي، فدي حاجه كويسه اللي هو برده يبقى بيلعب في فرقه كبيره الجزيره الاماراتي. الجزيرة الإماراتي أعلن ضم محمد النني، وأول ما الماتش خلص أعلنوا بين الشوطين، أول ما الماتش خلص قال لك مبروك للاعبنا اللي تأهل لربع نهائي الأولمبياد، اللي هو إيه، جاب لنا بطولة باسمنا بعد 45 دقيقة من إعلان التعاقد للاعب اللي دي كانت الطريقة. جزراوي النني فخر أبو ظبي أعلن ضم اللاعب، وقالوا حان الوقت. محمد النني جزراوي اللاعب اللي لعب مع أرسنال 161 مباراة، سجل فيها 6 أهداف وصنع 10، وطرد مرة فيما توج بكأس الاتحاد مرة والدرع الخيرية مرتين. ده لمحمد النني. النني بالمناسبة كان في كلام مع الأهلي مش بشكل مباشر، كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة عايزه، كانت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح عايزاه، كولر هو اللي لم يفضل إتمام الصفقة بسبب سن محمد النني. هل كنت شايف إن محمد النني يبقى صفقة قوية لخط وسط الأهلي إذا تمت؟ طبعا ليه؟ إضافة طبعا. ما أنا بقول لك أنت جايب لعيب دولي وبيلعب وجاي من أرسنال، طبعا ده صفقة. يعني هو كولر مش عاجبه النني وكان عاجبه موديست، انت فاهم قصدي؟ يعني موديست كان عاجبه النني مش كل، خلي بالك كل مدير فني ليه وجهه نظر، بس انا شايف ان النني اضافه لاي فرقه يروح. لو كان راح النني للاهلي كان الوضع هيختلف مع النني جماهيريا، بالنظر لانك بتقول انه مش واخد حقه اعلاميا. طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك جمهور، جمهور كبير، اكبر 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 جماهيريه في مصر، فاكيد اي لعيب لو لعيب رايح ممكن ظروفه مش مساعده الجمهور بيوقف اي لعيب على رجليه. بس